على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. من جميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص النهار على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا. مرحبا بكم سيدة مستمعين على 93 راديو الحياة فهم إذاعة القيروان للصحة، وما يوصلكم صوتنا والناس اللي بانشي على إذاعة القيروان للصحة. موعدنا يجدد معكم في سنتي 5.0 من توا حتى نص نهار في مختلف الفقرات الصحية اللي تنجم تهمكم الناس اللي تسمعوا فينا. والصحة ديما تجن فوق رؤوس الأصحاء، لا يعلمها إلا المرضى. وتتسويت نمشي معكم للسمع. سمع اليوم في السماغ عنا ما نحكي وكل عادة مختلف الأخبار على الساحة الوطنية العالمية فيما يخص الصحة متاعكم. نحكي على جدري القرود اللي ما زال هو محور المواضيع المتواصل. السلطات الصحية في الكونغو تعلنت عن تسجيل 9 وفيات جراء الإصابة بجدري القرود. نعرفوا أكثر تفاصيل في الموضوع ذي سينو. منظمة الصحة العالمية تستبعد تحول جدري القرود إلى جائحة، وبطبيعة في نيجيريا كذلك سجل تقريبا 21 إصابة فقط إلى حدود يوم أمس. نحكي لكم على بعوض النمر، شنو هو لونه أسود وأبيض، وش تحثوا لكم على المخاطر متاعه. سينو كيف كيف مش نحكي على منظمة الصحة العالمية في شيفخ سنتي اللي تحكي على رصد مئات الإصابات بالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال ومختلف الفقرات. وكالعادة في ساعتنا الثانية يكونوا حاضرين معنا أهل الاختصاص، نتناول لكم مرض من الأمراض اللي تفعل لكم الناس الكل، ونحكي فيه بأكثر تفاصيل ونحاول نشخص لكم المرض هذه وخاصة طرق الوقاية والعلاج منه. مازلنا بغنشي معكم من توا حتى النص نهار في مختلف الفقرات. الرحب بنوفل الشرطاني في الإخراج التقني الحصة، مرافق كوتي ديجيتال أحمد المخلوفي، تلقاو أنس الأمامي في تنسيق مكالمتكم الهاتفية. خليكم بغنشي على 93 وهكا نخرجوا بالغنجة صدقة ثرية. هذه هي إذاعة القيروان للصحة. مرحبا بكم الناس اللي التحقتوا بنا في الاستماع، نذكركم أنتم في الاستماع على الميسيون Santé 5.0. Santé 5.0. موضوعنا بعد بشوي في ساعتنا الثانية باش يكون الحديث على كيما حكينا لكم اليوم أمس الاحتفال باليوم العالمي لمرضى التصلب المتعدد تحت شعار تواصل لنواصل. باش تكون حاضرة معنا رانيا الكويش نائب رئيس الجمعية التونسية لمرضى التصلب العصبي المتعدد. نشوفوا الحالات اللي في تونس موجودة، هي كتيمونياج باش تحكينا على الحالة متاعها والظروف اللي قاعدة تعيش فيها. تليفوناتكم على 70 35 120 إذا كان عندكم ما تطرحوا فيه خصوص الموضوع هذا. سينو توت سويت نمشيو معكم الزوم سنتي. زوم سنتي في زوم سنتي كثر سيبون الوشوشة بديت تكثر نورمالمون، بديت هكا عندها علاقة كبيرة بالصغيرات خاصة. شنو الإجراءات المتخذة في الإطار هذي؟ هذي أكيد بتاو نعرفوه بأكثر تفاصيل مع زملائنا في الليزيميسيون المختصين في هذا. سينو احنا مش نحكي لكم على بعوض النمر لونه أسود وأبيض، مش نحكي لكم على المخاطر متاعه. وينأكد الدكتور بمعهد باستور علي بوعطور في إحدى البرامج في إحدى الإذاعات الخاصة أنه الهيكل المختصة بصدد متابعة بعوضة النمر، لافتا إلى أنه تم التفطن إلى وجوده في منطقة منزل جميل السنة الماضية مع تسجيل حالة ضعيفة في منطقة تكلسة من ولاية نابل. كان أضاف قال البعوض هذا لونه أسود وأبيض، هو مختلف على البعوض الآخر، يشن الهجمات متاعه خلال النهار مهوش في الليل، وما يعيشش في الأودية والمياه الراكدة أما يعيش في أماكن صغيرة. وقال أنه ناقل للأمراض ولي 25 في سبق أن أكدت نيديا تومي طبيبة بيطرية بإدارة حماية المحيط الحضري بمدينة تونس أن مصالح وزارة الصحة كانت وضعت برنامج متكامل للتوقي من دخول وانتشار بعوضة النمر. كانت أضافت أنه تم تكثيف عملية المراقبة والاستكشاف في كامل المناطق الحدودية التونسية من موانئ ومطارات، وأنه في حالة الاشتباه في وجود هنوع هذا من البعوض في أي من المآوي الإيجابية يتم التدخل السريع.
كانت شدت على أن الوزارة تتعامل بكل جدية مع أي إشعار يرد عليها بشأن وجود شكوك حول تواجده في أي مكان في تونس، مشيرة إلى أن سبق لبعوضة النمر أنها دخلت لتونس في أكتوبر سنة 2018، لكن كانت في الوقت الحاضر ما تمتش تسجيل أي وجود لهذا النوع من البعوض. تعد البعوضة النمر نقلة وبائية مهمة جدا، هي تنقل عدد من الفيروسات المسببة لأمراض خطيرة وقاتلة أحيانا كما الحمى الصفراء، بالإضافة لعدد من الديدان الاسطوانية المسببة في داء الخيطيات كما الخيطاء اللدودة، وكما قلنا لكم اللي هي نقلة 25 فيروس. هذيك علاش قاعدين وزارة الصحة في الإطار هذي يتوقعوا لمثل هالبعوض، وقاعدين يشوفوا هل أنه فما بنوع البعوض هذا وإلا لا، اللي كان معناها فقدنا الوجود متاعه تقريبا منذ أكتوبر سنة 2018 مع المخاطر متاعه عديدة. هذيك علاش لازم يصيصوا روحهم الناس الكل، وإذا كان فما في الإطار هذي أكيد باش نكونوا في متابعة للموضوع هذي. إن شاء الله ربي يحمي الناس الكل، وخاصة ربي يحمي صغيراتنا. وكانت هذه زوم سانتي. زوم سانتي، ما زلنا مواصلين معكم المشوار في سانتي 5.0 حتى نص نهار. نحكي لكم على رصد الإصابات بالتهاب الكبد الحاد عند الصغيرات متاعنا، نشوفوا وين وصلت النسبة في شيفر سانتي بعد بشوية. وإيش علينا نعمة، مواصلين معكم المشوار في سانتي 5.0. زمان أمل الحجازي توصلنا معكم ل 12 دقيقة بعد 11، ما زلنا مواصلين معكم المشوار في سانتي 5.0. سانتي 5.0. شغل الشغل للشارع التونسي وإلا مختلف المواطنين وإلا مختلف سكان العالم حول الصحة نتاعهم، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا في 3 سنوات الأخيرة، وإلا العالم تقريبا متخوف من كل الفيروسات اللي تنجم تصيبنا، كما حديثنا على فيروس كورونا، كما حديثنا على فيروس جدري القردة. كيف كيف مش نحاولوا نعطيكم بعض المعلومات تتسويت في شيفر سانتي. شيفر سانتي، التهاب الكبد الحاد هذا زيد عنوان تداول وتصدر مختلف الصحف المحلية والعالمية فيما يخص التهاب الكبد الحاد اللي يجي للصغيرات. منظمة الصحة العالمية توضح في الإطار هذا، وكانت قالت أنها تلقت تقارير عن 650 حالة إصابة محتملة بالالتهاب الكبد الحاد عند الصغيرات، أما أضافت أن أسبابه ما زالت ما تعرفتش بعد وما زالت قيد التحقيق. أفادت دراسة أجرتها المنظمة بأنه حتى حدود 26 ماي كانت أبلغتها 33 دولة بما إجمالية 650 حالة إصابة محتملة، مع تصنيف 99 حالة إضافية معلقة، وتبحث السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم عن زيادة غامضة في حالات الالتهاب الكبدي الحاد عند الصغيرات واللي أدى إلى 9 وفيات على الأقل. ما يصيبش الالتهاب الكبدي المرتبط بالنوع هذا من الفيروسات الغدية تقريبا إلا الأطفال اللي يعانيوا من نقص المناعة، وكنا احنا في حصص سابقة مع دكتورة رافيا الدبغي زادة تحدثنا في الموضوع هذا على التهاب الكبد الحاد اللي نجم يصيب الصغيرات، لكن في تونس ما زلنا ما شهدناش مثل هالحالات، لكن الإصابة تكون للصغيرات اللي عندهم نقص في المناعة على حسب التقارير وعلى حسب الدراسات اللي تم دراستها. نذكركم الأرقام هذه في المصدر بتاعها هي سكاي نيوز دونك، والمنظمة الصحة العالمية هي اللي كانت أقرت بمثل هذه الأرقام. إن شاء الله ربي يحمي الناس الكل. وكانت هذه شيف خصنطية. Chiffre santé. مازلنا مواصلين معكم المشوار بعد بشوية. نحكي لكم كيما حكينا لكم البارح على إحياء اليوم العالمي لمرضى التصلب المتعدد اللي يحتفلوا به كل 30 ماي من كل سنة تحت شعار تواصل لنواصل. باش تكون ضيفتنا رانيا الكويش نائب رئيس الجمعية التونسية لمرضى التصلب العصبي المتعدد، باش نحكيو على تجربتها في الموضوع هذا، قداش فما من تونسي مصاب بالمرض هذا، نحاولوا نشخصوا لكم المرض، شنو هي الأعراض اللي تنجم تظهر، وخاصة طرق التشخيص الوقائي ومن ثم العلاج. راديو الحياه فم اذاعه القيروان لصحه، اهلا وسهلا بكل ما التحق بنا في الاستماع على البوند فم 93. نذكركم انتم في الاستماع لسونتي 5.0. سونتي 5.0. في سونتي 5.0 مواصلين في ساعتنا الثانيه تشخيص لمختلف الامراض في الو دكتور. الو دكتور.
في هلا دكتور لليوم البارح كنا حكينا لكم على اليوم العالمي الاحتفال به في 30 مايو اليوم العالمي لمرضى التصلب المتعدد اللي اكتشفوا طبيب الامراض العصبيه الفرنسي جان مارتن شاركو عرفوا وصفه بكونه مرض مستقل هذا قبل 154 عام تحديدا في سنه 1868 تنقسم الانواع نتاعو الى العديد من الانواع منها التصلب العصبي المتعدد الانتكاسي المتراجع النوع الثاني هو التصلب العصبي المتعدد التقدمي الثانوي والنوع الثالث هو التصلب العصبي المتعدد التقدمي الأول. وفي إطار الأحياء اليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد اللي قلت لكم ديما هو نهار 30 مايو تحت شعار تواصل لنواصل أكيد فما جمعيات تعنى في الإطار هذا بمختلف الأمراض كل مرض عنده جمعية معينة تعنى به. اليوم باش نحكي لكم على التصلب العصبي المتعدد حاضرة معنا مدام رانيا الكويش نائب رئيس الجمعية التونسية لمرض التصلب العصبي المتعدد. مرحبا بك على موجات راديو الحياة فام. يعيشك عسلامة. مرحبا بك مدام رانيا مشكورة جدا على تلبيت الدعوة. البارح في إطار إحياء اليوم العالمي لمرضى التصلب المتعدد اللي هو نهار 30 مايو من كل سنة تحتفلوا به ويحتفلوا به سائر بلدان العالم المرة هذه تحت شعار وهذه السنة تحت شعار تواصل لنواصل مدام رانيا. أي حتى عنا وجدة كيف نتواصل لنواصل نتواصل نواصل به هو يعطيك الصحة ساعة على المقدمة وكل ما تنجيو هذاك من بعد هو العالمي اليوم العالمي 30 مايو أما احنا في تونس احتفلنا به سنة 28 مايو خطر في معناته 28 نهار سبت خطر في ويكاند اي به لاسكلوز اون بلاك اللي هو التصلب العصبي المتعدد بالفرنسي سي لاسكلوز اون بلاك هو مرض يصيب الجهاز العصبي اكهو فريمون اكهو معناتها هو شنو يصير هو يصير خلل في الجهاز المناعي ما نعرفوش علاش يشوف الغلاف الميالين اللي داير بالعصب كوم كوا هو فيروس يولي هو يتاكي في الجهاز العصبي على اساس هو جرثومه يولي شنو يصير يولي يصير خلل في الجهاز العصبي يولي مثلا اليد ما تتحركش مليح العين ما تشوفش بالقدا الساق ما تمشيش مليح يحس المريض يحس حريق يحس تنميل في بدنه انا مخاطر كي تقول حاجه في الاعصاب العبيد مش يمشي في بالهم اللي هي بلوتو معناتها حاجه تمس المخ اما هو اللي تمس الاعصاب نتاع البدن اللي يتحرك بهم الانسان يصير المرض معناتها يتطور بهجمات نسميهم احنا بالفرنسي دي بوسي داكور الهجمات هذو ما يصيروا يكون العرض المريض عادي لاباس عليه بوغ مثلا تصير له سخانه ولا ستريس ولا سخانه مش سخانه معناتها تاع السخانه سخانه تاع الطقس كيما تو فواره خلينا نقولوا مدام رانيا كيما الفواره يحسها لا لا سخانه تاع الطقس سخانه تاع الطقس سخانه تاع الشمس قويه والا ستريس والا غش برشا يولي يصير كما الهجمه في البدن يصير خلل في الجهاز العصبي يصير خلل في اليد في الساق ما نعرفش كل واحد وشو كيفاش يصير اما راه هو مرض مش كان الجهاز العصبي لا مش لا قلب لا كبده لا كلاوي لا حتى شيء مختص في الجهاز العصبي كما نقولوا فوالا دونك هنايا مدام رانيا اللي نفهمه من كلامك المرض هذا كي نسمع على العلامات اللي قاعده انت تحدثت عليهم مسيتك كونك تحس في رعشه في اليدين تحس في تنميل ان فما بعض العلامات اللي لاحظوا معناها ينجموا مختلف الاشخاص حتى الشخص العادي يعاني منها هنايا معناها اسكو ناقص الاختيار يقول احنا كي نحسوا بمثل هالاعراض لازمنا ديريكتومون نمشيو للطبيب باش نشخصوا المرض والحالات حتى انتم اللي عندكم اكيد عندكم حالات في الجمعيه نتاعكم مباشرينها وتعرفوا الحالات نتاعهم من ان عمر تقريبا ينجم يبدا المرض هذا الحاجه لازم تتقالي عايشك اللي معناتها حكيت عليها النقطه هذه راهو مش اي عبد يحس تنميل ولا يحس ساق وريق ده راهو معناتها سلاسك لغوزوك راهو لازم على الاقل على الاقل تعدى نهار وهو هكاك داكوغ هذه نقطه باش نوضحها للساده المستمعين خاطر انا يصير لي حتى ساعات يعرضنا بالسيارة يقول لي والله تو نحس في تنميل والا ساعات لازم تتواصل العلامه ساعات حتى اكثر من نهارين فهمت لازم تشد صحيح وسورتو لازمك تبدا في بالك اللي انت تعرضت للغش ولا سخانه ولا اللي هو ترونش داج اللي هي الفئه العمريه اللي يمسها
المرض التصلب العصبي المتعدد الأغلبية بين 20 و40 ولا 50 هكيك. مش معناتها فمش 20 أقل من 20 ولا فمش أقل من 50. أما الأغلبية في الترونش داج هذيك. ما نعرفش عليش بتيت خطر وقتها يستخيف يكثر ولا تولي معناها أي نمط الحياة حتى معناها في الأوقات هذيك مع ممكن قراية خدمة ممكن معناها حتى النمط الحياة اللي عايشين فيه هو اللي يساهم في المرض هذي. بالضبط. شنية خصائص أخرى أنت المرض هذي راهو ما يعديش للطبيب تبدا تعرف راهو ما يعديش راهو الكوتي وراثي مثلا أم تجم تعديه لصغيرها أي ولا ليه راهو معناتها في ديكا فريمون غاغ إذا باش ما نقولوش اللي هو معناتها ما هوش وراثي جملة معناتها أنا بيرسونيلمون عندي أون فامي عندي زوج بنيات الحمد لله يا ربي لاباس عليهم معناتها هذايا ستة ميساج نحب نعديه العباد تسمع فيه الكل كنت في قروان ولا غير قروان راهو خاطر ساعات يقول لك مثلا راجل عنده لاسكلوز أون بلاك وإلا امرأة عندها لاسكلوز أون بلاك دونك ولادهم معناتها بعد أوتوماتيكمون باش يجيو عندهم صحيح ساعات شنو يصير مالوغوزمون معناتها كوبل يكونوا معناتها متفاهمين على العرس وكل يتفارقوا خاطر سبحان الله يقول لك عبد يخاف على صغار ولا يجي راهو لي راهو فريمون معناتها تهني ومعناتها قدره ربي لاباس شو لازمنا نعمل كي دعنا لاسكلوز اون بلاك سورتو توا في سخانة عارف لا جورني مونديال احنا دكتور غويدر اللي هو رئيس قسم الاعصاب في مستشفى الرازي صحيح تحكي على لاسكلوز اون بلاك الى شالوغ اللي هو تصلب العصب المتعدد مع السخانه والتعب زاد خاطر احنا توا جايين سخانه شفت نعرفكم في القروان اي السخانه اي صحيح اي السخانه كلي بالضبط ردوا بالكم السخانه فريمون ردوا بالكم السخانه ردوا بالكم السخانه لخاطر هي فريمون المحرك الاساسي لي بوسي في سكليروز اون بلاك هكا معناتها الاغلبيه العباد يمرضوا برشا معناتها تحرك لهم برشا المرضي صحيح انا ما نحرموش رواحنا انا ديما نقول لهم مشوا البحر اما العشيه اخرجوا اما العشيه حاول برد روحك للماكسيموم اعمل دوش كان لازم بارد كان اذا كان تحمل بارد اعمل بارد اذا كان تحمل معناتها بارد على الاخر قريب معناتها سخون شويه بارد برشا اعمل هكيك حاول تبردوا رواحكم حاولوا نعرف اللي مش سهل اما حاولوا ابعدوا على السخيف حاولوا ابعدوا على الغش نعرف اللي مش سهل نعرف اللي مش سهل اما راهو ديما صحتنا أبجل راهو صحتك راس مالك راهو صحتك راس مالك بعد صحتك معناتها ما تشريش بالفلوس لا هنا يا مدام رانيا الكويشنا رئيس جمعيه تونسيه لمرضى التصلب العصبي المتعدد هنا كيفاش تعاملكم انتم مع المرض سورتو كما قلت انت في اوقات الصيف دونك هنا لاحظوا اللي انت تتحكم في الاعراض اللي تنجم تظهر عليك والا عوامل الخطر اللي تنجم تصير لك في بعض معناها بنمط العيش السليم اللي تنجم تعيشه تنجم تتحكم في الحالات هذيا تجم تتحكم كما مثلا هو شفتوا لي باسيون اللي علوا لي ديو مرضى بالسكلوز اون بلاك يخافوا يقول لك ليه سي وفات كهو فات عليا وباش نولي لا يقدر معناتها بسبب تكبر بيا المرضى ولا اللي هو صحيح معناتها ما كيفاش يقولوا كل مثل نفسك وانت تبيبها اكيد اي معناتها انت ساعه اقول لك انت تبيب روحك بدنك اسمعوا معناتها ما فيها حد ما فيهاش حتى مشكل معناتها ما دواء هو صحيح ثم دواء اما الدواء ماهوش كي لي باري ينقص من لي بوسي مثلا تكون تجيك هجمه في العام في العام في العام تولي تجيك هجمه في العامين حتى التو هذا الدواء اللي فما اللي هو ينقص اما بقدره ربي واحنا عندنا ثقه في العلم اللي فيان ما يجي نهار باش تبدا عندنا مادام خلطنا باش ينقصوا من المرضى يجي نهار قدرة ربي ما نلقاو حل جذري على الأقل قدرة ربي هاني قلت لك نحاولوا نبعدوا على السخانة وكما فهمتك ونحاولوا ناكلوا مثلا ماكلة صحية نحاولوا نبعدوا على ستريس خاصة صحيت على الغش نحاولوا شفتوا ماكلة صحية توا ماك تعرف المقلي والسيف نبداو نحبوا على حاجة خفيفة نبعدوا على الزيوت نبعدوا معناتها نحاولوا ناكلوا الماكلة الغلة نتاع الفصل هذاك نحاولوا نبعدوا على الماكلة مثلا الغله والخضره نتاع البيوت المكيسه ديما نمشيو انا بالنسبه ليا ديما نقول لهم لاسكلوز اون بلاك تعيش في مود صحي على الاخر معناتها كيما عبد عنده لاسكلوز اون بلاك ولا لا ظهر لي انت مثلا صحيك ولا بلاك ولا في اكيد اكيد حتى حمايه من كافه الامراض ماهوش من مرض معين صحيح ان شاء الله ديما في صحه جيده انا توا سخانه مثلا تولت
انا مثلا الكبارات نسمعهم يقولوا سخانه تو مش كيما سخانه قبل. اي صحيح طبقه الاوزون الثقب تحل اكثر. هذه معنى برشا برشا عوامل ممكن ولينا نعيشها مدام رانيا هي اللي مساهمه حتى في الامراض اللي قاعدين نتعايشوا معها حاليا. دونك ما عندك كلوزون بلاك ولا ليش فيس على بدنك معناتها هذاك بدنك وانت تحفظ عليه. المرضى بالكلوزون بلاك ديما نقول لهم تحفظ على بدنك واسمه شختو تنزل على بدنك تقولش لا انت تعب وتزيد تعمل كي تتعب ارتاح شختو كي تتعب ارتاح. فوالا هذه هو مدام رانيا اللي نحبوا نوصلوا له احنا هنا. انت مدام رانيا اكيد انت معناها تعتبر تيموانياج في الحاله نتاع المرض هذا التصلب المتعدد. كيفاش كانت اولى زياراتك للاطباء خاصه بالشخص المرض وقتاش هكا فقت بروحك شويه وكيفاش تم تشخيص المرض بالتدقيق؟ انا اول مره وقتها الاول ما مرضت جاتني في عيني البوسي معناتها عيني اليمين وليت كان غمض عيني اليسار فريمون ما نشوف حتى شيء بيبا في العين بي بالضبط خاطر هو برشا عباد يجيهم هكاك تبدا لهم في العينين ومن بعد تتنقل لهم لي بوسي من بلايص اخرين ولا تنجم حتى تجي بوسي في نفس البلاصه راهو معناتها دي واضحين. باهي مشيت وقتها في العينين في بالي معناتها حاجه في عيني بعد ما عمل لي ليزاناليز وكل قال لي راهو عينك لاباس قال لي انا مش نطلب عليك اي ار ام. انا عمري الحق ما عملت اي ار ام ودايوغ باللي راني عمري ما سمعت بين ملادي اسمها لاسكليروزون بلاك. اي بعد معناها بحكم المرض عندك اكتشفت وطلعت عليه واحنا رانا معنا حتى حد في العائله عنده لاسكليروزون بلاك شو واقفين علاش قلت لك معناتها الوراثي مش وراثي صحيح. مشيت عملت لي ريم وهزيت لي ريم في طبيب العينين قال لي به قال لي عندك التهاب ما نعرفش نجم نفسرها في العصب اللي خارج من العين من تالي اللي عادي ديريكت في المخ اللي من المخ تعدي له الانفورماتيك اللي احنا قلنا هو يمس الاعصاب المرض ذي راهو يمس الاعصاب مش اللي موجوده في البدن ككل. صحيح جوستومون انا هاني قلت لك عيني لاباس معناتها كيف هو شايف لي عيني عيني لاباس اما العصب هذاك قال لي فيه التهاب. كي قاعدين يبعث لي ديريكت النورولوج من بيرو من الكابينين تاع طبيب العينين ديريكت طبيب الاعصاب ديريكت. كي دخل مديت له لي ريم وتقرير وكل شيء قال لي به عندك اون مالادي اسمها لاسكليروزون بلاك. قال لي راهو هذه مالادي كرونيك حتى لتو ما تبراش قلت لك حتى ان شاء الله يجي علم ونهار نهار نهارات نلقاو ان شاء الله نلقاو حل جذري ان شاء الله يا ربي اكيد. قال لي راهي اون مالادي ما تبقى مالها كرونيك تقعد معاك فما دوية تاخذه فما برشا برشا انواع تاع دوية تولوا في تونس. يعمل لي هذه ديما نعاود انا لي باسيون اللي سيرتو على الاول ما ننساهاش عمري ما نسيت الكلمات الاولانيين تقريبا. قال لي هكا مو كلمه بكلمه قال لي عيش حياتك اي اما سيس روحك فوالا معناها ما تحرم روحك من حتى شيء اما تعرف كيفاش تعيشها خلينا نقول. صحيت بالضبط عيش حياتك قال لي اما سيس روحك وقال لي تربي ما تخافش ولاباس معناتها ايفيكتيفمون انا توا كان ان شاء الله نهار نهارات نتقابلوا ان شاء الله اكيد مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا انا عندي 12 سنه هذاك المالادي انا اللي راني ما يصدقش انا عندي راك في غوزون بلاك الحمد لله يا ربي ربي دوامها نعمه. انا اللي راني يقول لي معناتها كيفاش تقول لي معناتها خاطر ممكن معناها احنا نتمنيو ديما مدام رانيا الكويش اللي الناس الكل تكون مثقفه واعيه خاصه بالامراض نتاعهم. انت تبارك الله عليك حتى كي نحكيو معاك على مرض وانت كنائب رئيس الجمعيه التونسيه لمرضى التصلب العصبي ماهوش من فراغ خاطرك اطلعت على المرض شنو وعرفت كيفاش تجاري المرض كيفاش تتعايش معاها سورتو. وهنا معناها حتى ممكن رساله امل انتم تنجموا تبعثوها في المنخرطين في الجمعيه. احنا زاد شفنا فيديو على الباج اوفيسيال فيسبوك نتاع الجمعيه نتاعكم نتاع الصغيرات اللي عندهم اميتهم متعايشين مع المرض حتى هما كصغار ديجا واعيين بشنو هو المرض بالاعراض نتاعو. هي النقطه اللي هي راه فما شكون يخبي على صغار ولا علاش ولا يخبي على يخدموا معاه راهو هذه مالادي راهي لا مالادي اللي لا راك ريت انت اذا كان ما تقبلهاش هي مش باش تقبلك. هذه علاقه بين الطرفين كما يقولوها انت لازمك تقبلها وهي لازمها اذا كان انت تقعد ستريسي منها هي وشد لها هكا كيما نقولوا احنا قول معناتها تبدا على اعصابك فينالمون هي راهي باش تغلبك. فوالا راهو لازمكم تقبلوا المرض ولازمكم تتعايشوا به وتعايشوا اللي دايرين بكم به معناتها تعرفوه تفهموه شنو هو خاطر انا ساعات مثلا كيف يجي مثلا وقت الصيف وكل يحبوا مثلا احنا الحقيقه
نمشي الأغلبية العشيات الامتحان. أيوة. فما ساعة ساعة يقول لك عايزين نمشيش نهار كامل. أما واحد أحد ما يقول يمشي نهار كامل. خاطر يعرف خاطر واعيين. أي. خاطر واعي لازمكم توعيوا العباد الدارين بيكم راهو ماهوش عيب راهو المالدي عمرها ما كانت عيب. معناتها وعيوا العباد وعيوا صغيراتكم راهي ستون مالدي كرونيك راهي باش تقعد معاكم راهو ما تنجمش صغيرك نهار نهار تقول له مثلا لا يقدر تجيب بوسيو اللي هو يقعد يقول في بيها محاولة في بيها معناتها وعيوا العباد الدارين بيكم راهو كل مريض عنده لك لوغون كلاك راهو هو في حد ذاته لازم يوعي وهو لازم يكون يتكلم باسم المالدي هذه معناتها لازمكم توعيوا خاطر ستون حتى التو ستون مالدي في تونس بليز اوموان تتسمى غاغ انا راهو معناتها موجودة. نادرة انا راهي موجودة وراهي تمشي وتزيد راهي تمشي وتزيد خاصة مع حالات الستريس اللي عايشينهم مع كيما قلنا احنا السخانة اللي هي من عوامل المسبب من الأسباب اللي تنجم تأدي المرض التصلب المتعدد. احنا محليكي ناخذ الرسالة منك انت مدام رانيا الكويش نائب رئيس الجمعية التونسية لمرضى التصلب العصبي المتعدد خاصة رسالة الأمل اللي كيفاش تتعايش مع المرض متاعك وكيما قلت انت هو مرض مزمن دونك كيما مرض السكري كيما مرض ارتفاع ضغط الدم لازمك تعرف كيفاش تتعامل معاه. بالنسبه جوست نسالك سؤال فقط مدام رانيا في خصوص الادويه نتاعك هل انه الادويه تتناولها كل يوم والا فما فترات معينه تتناول فيهم الادويه نتاعك باش كيما قلت لك من الاول صار فما برشا انواع تاع الادويه فما الزريره فما الحرابه فما اللي يتزرق مره كل فما يتزرق كل يوم فما اللي يتزرق مره في الجمعه فما اللي يتزرق مره في الجمعتين فما اللي يتعمل مره في الشهر فما برشا انواع وتوا تونس سامحني توا تونس معناتها زدنا دخلنا ادويه جدد وراهو باللي بدأوا واضحين راهو اللي نعملوا فيه في تونس هو بيدو اللي يعملوا به في العالم الكل رانا مواكبين اللي فما في الدنيا الكل معناتها راهو بالحق معناتها صحيح احنا معناتها غاغ ومعناتها مالادين ماهيش موجوده برشا في تونس اما راهو حتى التو معناتها نعطيو لكل ذي حق نحقه معناتها الكنان بالحق اللي تجيب لنا في الباب رغم اللي احنا معناتها حسب اخر التقارير معناتها اللي عندهم من البي سي اللي هي التكافؤ بمرض ثقيل او مزمن اللي هما بركه معناتها لي ستاتستيك نتاعهم حسب الكنام 5000 مريض بين 5000 و 6000 اي دونك وهذا الدواء في فما باش ما نكذبوش اما راهو فما نقص في الدواء وفما شكون يقعد يستنى في دواء اما فينالمون فما دواء وبالله راهو صحيت اما راهو ساعه ساعه كيف ينقص الدواء تقعد كل البريود تستنى وفما دي باسيون خاطر كيقول لك ما عنديش دواء يدخل بعضه يخاف راهو الدواء ديما في بدنك معناتها صحيح كي تاكل البريود تقعد تستنى شويه راهو الدواء ديما في بدنك مش معناتها قصيت اليوم وغدا تصبح بدنك خير من الدواء راهو الدواء ديما في بدنك باه دوايات كيما قلت لك فما انا مثلا ناخذ كل يوم قبل كنت نزرق زريره كل يوم اي من الاول تحب نحكي لك من الاول كيفاش اي اكيد ما نحكي احنا معناها اني قلت لك احنا قاعدين نستفيدوا من التجربه نتاعك وخاصه معناها الحاجه اللي بيها كالرسائل الايجابيه اللي تبعث فيهم انت حتى من طريقه الحديث نتاعك على المرض ووعيك بالمرض نتاعك اللي هو ديما معك تقريبا 12 سنه لحد الان صحيح باه من الاول كنت ناخذ دواء نزرق زريره نهار بعد نهار ومن بعد بدلت زريق نزرق مره في الجمعه اي ومن بعد بدلت زريق نزرق كل يوم تاع كل يوم فريمون عجبني على الاخر خاطر لي زيفي ان ديزيرابل كانوا خفيف كانوا معناتها ما فماش براتيكمون ومن بعد تويكا وليت نشرب في حرابش كل يوم ما نحبش نسمي اسامي دواء اي اكيد ايوا وليت نشرب في حرابش كل يوم تو اسهل شنو اللي اسهل اللي اسهل من زريقه حربوجه بلاها بالماء وديما يجري دونك سهل حتى ما تقعدش تستنى شكون الزريقه هذيا سوكيتاني والا زريقه في العرق داكوغ بي دونك معناها هما كلهم زريرق كلهم معاهم كيما البوات تحط فيها دوب تحط انت تنفع الفلفه كان الزريرق اللي قلت لك عليهم تاكل يوم اما هي الزريقه الاخرانيه اللي تاكل اللي كنت زرق فيها كل يوم كيما زرقت الانسولين بالضبط معناتها انا كنت نزرق وحدي معناتها عمري لا زرقت لا مشيت لا طويل نشد هكا جلتي ونرمي زريقه ومعناتها شي حاجه وتواليت بالحرابش خاطر مثلا انا كيف كنت نتنقل من بلاد من مثلا من بلاد لبلاد وتبدا عندي دواء لازمني ديما نحطه في حاجه بارده كيما الانسولين اللي لازم يكون في حاجه بارده معناتها تقريبا نفس تعاملات مع المرض المزمن صحيح
أسهل كده بالحرهوشة بتحقش بلاصة سخونة بلاصة باردة. تولي في المعاملات اليومية متاعك. أما الحمد لله مدام رانيا متعايشة مع المرض الحاجة اللي هي اللي معية العائلة متاعك بالمرض هذية. خلينا احنا نقولوا آخر انتكاسة جيت لك ليك أنت قداش عندها مدام رانيا وتقلقت فيها من 2018 بارك الله معناها هذه كل بسبب لجين دوفي ان شاء الله ربي يحميك اكيد هذه كل بسبب الوعي نتاعك انت تقريبا مده 4 سنوات خاطرك واعيه بالمرض شنو هو خاطرني متقبله شفتو خاطرني متقبله مرضي راهو شو حتى حد شو راهو فماش حتى حد ما يحبش يبدا يحس روحه اللي هو في صحه جيده واللي هو تبارك الله وما عنده حتى مرض انا لازلنا نقبلوا راهي الاماله دي الي لا راهو ريت انا تويكه معناتها الحمد لله لاباس أنا ديما نقول راهي لا مالادي إلي لا ريت معناتها أنا توا لاباس وأربع سنين ما جاتنيش بوسي أما ديما سخانة ما نخرج فوالا أنا ديما صحيت أنا ديما نحاول راهو اللي باش يكذب عليك اللي يقول لك ما نتغشش راهو نتغشش ثقة صغيرة أما نحاول نقص راهو لا مالادي المرض راهو ديما موجود إي أما لازمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه لازمنا نتقبلوا السيتياسيون تاعنا راهو إذا كان راهو الحكايه تبدا كي انت تتقبل جوسمو نحكيو على التقبل مدام رانيا هو معناها الشعار تواصل لنواصل هذا الشعار اللي تقريبا هم يدوم لمده 3 سنوات هذا على حسب علمي مدام رانيا كيفاش انت معناها انت كمريضه متقبله المرض نتاعك الاشخاص اللي تتعامل معاهم واللي في الشارع هل ندرا معناها احنا كتوينس حتى المرض مازال ماهوش معروف برشا حتى كي تسمع المرض تقول شنو هو المرض هذاك علاش حابين نسلطوا الضوء عليه كيفاش تعاملت الناس كي تسمع بالمرض هذا كيفاش من الاول كيف تقولوا التصلب العصبي المحاد ديريك تمشي بالو الاعصاب كما قلت لك من الاول اللي في المخ معناها هي ديريكت يقول لك الاعصاب في المخ وشنو ولي احنا نعرفوا خلينا نصنفوا معناها الاشخاص اللي يقول لك جينيرال مواضيع عقليه التونسي اللي يقول لك اذا كان عنده الاعصاب دونك حتى في الشارع ممكن ينجموا يوليو خايفين شويه العبيد من التعاملات رده الفعل يقول لك مانيش ضامن رده فعل الشخص هذيك اللي مقابلني هما راهو معذورين عشان كيما قلت لك انا مثلا ما عرفت لك لوزون بلاك كان كيف نوصل وقتها طلعت عليه فما نقطة أخرى بلي فما شكون من اللي باسيون دوب ما يولي هو عنده لسكلوزون بلاك يمشي لجوجل أي راهو جوجل ما فيها باس كي نشوفوه أما جست نتسقفوا راهو جوجل ماهوش طبيب راهو جوجل يعطيك حاجات أون جينيرال معناتها هو في سكلوزون بلاك كل باسيون كل حالة بحالة خاطر فما شكون يدخل جوجل ويولي خاطر هو يحكي فما شكون فما إيه فما في جوجل يحكي لك حتى على ديغري الكبار ياسر اللي بالي دي زونديكابي وكل. دونك تولي هاو يخوف ينجم يخوفوا برشا. صحيح انا برشا عباد يقول لي انا دخلت جوجل يا اخي تصدمت ووليت نبكي ودرا شنيا راهو جوجل ماهوش طبيب راهو طبيبك هو السورس نتاع المعلومه الوحيد بالنسبه للمرضى نتاعك هو متبعك هو يعرفك انت فين حالك يعرفك لازمك شنو ماكش لازمك. خاطر بالحق راهو برشا عباد يقول لك عمل ديبرسيون كي دخلت لجوجل. خذوا منه المعلومات وكهو والا اذا كان تعرف شويه وامشي لطبيبك. كان تعرف روحك كي تدخل لجوجل تتاثر وما تدخلش سي با لا بين امشي لطبيبك هو اللي يعرف هو اللي يعرف شنو يقول لك. نرجع للتعامل مع التقبل العباد للمرض هذايا انا قلت لك هما العبيد ما يعرفوش والعبيد معذورين انت عبيد نحاول نبسطوها نقولوا هو جست مثلا خلل في الجهاز المناعي يشوف الجهاز العصبي على اساس اللي هو زيرو تو سامبلومون وكاو نحاولوا نبسطوا اكثر نحاولوا نبسطوا بلغه عاميه ما اكثر نقول لك كما قال الطبيب الكورون هو اللي متعدي في بدني كل ما هما خيوط نحاس مغلفين بالبلاستيك اي الضوء الغلاف البلاستيك هذاك تلقش هكا هو هذه ما نحبش نبسطها ما حكيت يبدا حتى راهو هو الحاجه الباهيه مدام رانيا اللي حتى الطبيب المباشر هو اللي ينجم يساهم حتى في باش يسهل المرض على الباسيون نتاعو وطريقه التعامل وكيفيه ايصال المعلومه وما يهولوش الامور كما قال لك انت الدكتور المباشر نتاعك قال لك عيش حياتك اما الفايده كونك انت تسيس روحك معناها انت طبيبه نفسك في الحاله هذيا هو يباشرك اما انت طبيبه نفسك حتى في جريت ولا حتى اي حاجه ساعه على ساعه تشد الفل
ترقدش في الفرش، راك تنقص الفرش، الفرش يجبدك. هذه كيف كيف راهو لاسكليروز اون بلاك. لاسكليروز اون بلاك تعلمك كل لحظه تعيشها، كيفاش نقولوا تي بروفيت من كل لحظه. ردوا بالكم على رواحكم، اكهو سيسوا رواحكم الناس الكل. واحنا معناها نشكرك جدا مدام رانيا الكويش، نائب رئيس الجمعيه اي التونسيه لمرضى التصلب العصبي. عن الاسوسياسيون عندكم في دكتور قروان كيفاش نقولوها فرع ديليغي ريجيونال نتاعنا هذيك، الفرع الجهوي موجود في ولايه الفرع. مش الفرع معناتها واحده امراه فما اللي صحيح. غاديك هي البريزونت لاسوسياسيون في القروان. مرحبا بها ومرحبا بك انت مدام رانيا الكويش، نائب رئيس الجمعيه التونسيه لمرضى التصلب العصبي المتعدد. نشكرك جدا على تدخلك معنا وعلى التوضيحات في اطار الاحتفال باليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد اللي هو كان نهار 30 ماي في تونس، احتفلنا به نهار 28 ماي باحدى النزل الخاصه مع جمعيه التونسيه لمرضى التصلب العصبي المتعدد. بالحق رساله امل كبير عطتكم مدام رانيا الكويش ان طونك تيموانياج، عاشت المرض هذا لمده 12 سنه. ما قالت لك عيش حياتك، اما سيس روحك التشخيص يكون عن طريق الطبيب فقط، ولا احد غير الطبيب هو اللي يبشر الحاله نتاعك وانت طبيب ذاتك في المرض هذا. تجيك الانتكاسات صحيح، لكن لازمك تعرف اللي هو مرض مزمن، ولازمك تعرف كيفاش تتعايش معاه، ولازمك تعلم افراد العائله نتاعك ويكونوا واعين بالمرض نتاعك، بحده المرض نتاعك، باش هكاك يعرفوا التعامل معاه كيفاش، وتسيسوا يحكم الناس الكل، وان شاء الله ربي يحمي الجميع. هذا موضوعنا حابين نكون اليوم في الو دكتور، سينو احنا مازلنا مواصلين معاكم في سانتي 5.0 من توا حتى النص نهار. راديو الحياه في اذاعه القيروان للصحه. هكا نكون وصلنا لنهايه مشوارنا اليوم في سانتي 5.0 بمختلف فقراته الصحيه، اخر الاخبار على الساحه الوطنيه والعالميه والجهويه، سينو مختلف الاحصائيات والدراسات العلميه على المستوى الطبي والصحي. وكيف كيف كما العاده نختم لكم بألو دكتور، حكينا لكم على مرض التصلب العصبي المتعدد، هذا المرض اللي يعتبر نادر في تونس لكن موجود. مع رانيا الكويش نائب رئيس الجمعيه التونسيه لمرض التصلب العصبي المتعدد. قبل ما نختم احنا سبيسيال ديديكاس الحمزه الهنداوي اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده، نتمنى له كل عام وهو حي بألف خير وان شاء الله بطول العمر. عم مشي وعم جاء شبعت زادة السناء، اشرب كولو بشفاء صارين معك علاش لا، والليلة جوك احلى خدلو بشوية غناء ولا اصحاب الكل هنا. هابي بيرثداي طفي الضو الليلة احلى عبي كرشك بالتوات شوما شبعك الدوات. حمزة الهندوي كل عام وهو حي بألف خير، ونهني والناس الكل اللي يزامن عاد ميلادهم اليوم في 31 ماي آخر يوم من شهر ماي. غدو إن شاء الله نستقبلوه شهر جديد، إن شاء الله نستقبلوه بالخير واليمن والبركة وبالنجاحات الناس الكل. نغو ميرسي نوفل الشرطاني اللي كان على ذمتكم في الأخراج التقني الحصة، أحمد المخلوفي اللي مأمن لكم ديجيتال، أنس الهمامي في تنسيق المكالمات الهاتفية، سينو ماري منصوري كوتي ميكرو. تقولكم شوية خير تستناو الزميلة سيوار بن حميدة في آخر الأخبار المحلية العالمية والجهوية ديريكتومون، بعدها تجيكم سهام حمدي في ريكاب ميدي. خليكم برانشي على 93.3. على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص، هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتومون على وضعياتكم بجميع الاستشارات الطبية، تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار على الحياة فام في سونتي 5.0. صحتك